الرئيس السيسي وملك البحرين يرحبان بالقمة المرتقبة التي تستضيفها السعودية بين قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة. رئيس مجلس الوزراء يتفقد الأعمال الجارية بالمدينة التراثية والمسرح الروماني بالعالمين الجديدة. الرئيس الأوكراني يقوم بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، حيث تم التأكيد على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع السيد الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بسرعة وكفاءة التنفيذ والحرص على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة. وخلال جولة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، أكد رئيس الوزراء أن مدينة العالمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق، مضيفا أن الحكومة تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المخطط، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب واجهات الأبراج وأعمال تنسيق الموقع. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بجولة في مختلف أنحاء المدينة الساحلية لمتابعة الأعمال الجارية
تنفيذها ولا سيما أعمال المرافق. وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح حول حجم الاستثمارات بمدينة العالمين الجديدة، وهي موزعة على 3 قطاعات رئيسية تشمل محطات تحلية مياه البحر ومحولة الكهرباء، فضلا عن محطات لرفع مياه الصرف الصحي وشبكات مرافق مختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح الساحلية، وأشار مدبولي إلى أن هناك 7 حارات مرورية في كل اتجاه. كما تفقد مدبولي أعمال تشطيب الواجهات المطلة على الطريق بكل من الحي اللاتيني والداون تاون والمدينة التراثية، فضلا عن أعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للطريق. وخلال جولته بمدينة العالمين الجديدة تابع رئيس الوزراء الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المدينة التراثية، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة والمقامة على مساحة 260,000 فدان، وتضم عددا من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%. وخلال جولته بالمدينة التراثية تفقد رئيس الوزراء مجمع السينمات، كما تجول في أروقة المسرح الروماني. ووجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال الفراغات في منطقة البلازا الرئيسية بصورة مثلى، والتوسع في أماكن الاستراحات، والعمل على استخدام نظم الإضاءة للمباني القائمة بهذه المنطقة على النحو الأفضل، حيث تظهر صورة جمالية للموقع العام وللمنطقة بصورة خاصة. وحول المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، اطلع رئيس الوزراء على سير العمل بمشروع تنفيذ كومباوند عمراني متكامل على مسطح 707 أفدنة، ويضم 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوك مقسمة إلى شريحتين تضم 1320 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 مترا مربعا إلى 300 متر مربع. كما اطلع رئيس الوزراء أيضا على أعمال مشروع داون تاون الذي يقع على مساحة 34 فدانا تقريبا، ويتكون من 40 عمارة سكنية. كما تابع رئيس الوزراء سير العمل بمنطقة الإسكان المتميز التي تضم 80 عمارة، حيث تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين، وكذلك تضم 128 عمارة سكن مصر. واستمع رئيس الوزراء إلى مشروع الحي اللاتيني المقام على مساحة 399 فدانا، ويضم 65 مجمعا سكنيا بإجمالي 220 عمارة سكنية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8، والذي استمر لعدة أيام. ويأتي ذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الحرب الكيميائية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر لمنظومة التأمين الكيميائي لتضاهي أحدث الأنظمة بكافة الجيوش المتطورة في ذلك المجال. وفي سياق متصل، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مراكز التحكم الآلي للرصد البيئي والإشعاعي لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومعرضا يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة في مجال الحرب الكيميائية والتي تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدني. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 20 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1977 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 235,160 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,334 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 1,374.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 47 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 366.5 طن، وكذلك ضبط 4209 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 14.5 طن. كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2450 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط أكثر من 271 طن. كما تم ضبط 121 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 134 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 303,646 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 62,454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4261 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 210 سائق منهم. كما تم المرور على 149 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 329 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 329 مركبة وتبين صلاحيتهم جميعا. كما تم رفع 424 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 11,982 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,937 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 2,328 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 4,581 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 4,894 مخالفة ملصقات وضبط 99 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 674 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,126 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,923,000
و994 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 241 قضية، من بينها 162 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 57 قضية بقيمة مالية بلغت 77,441,238 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1669 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,816.5 مليون جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفية لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,377,570 جنيها. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 135 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وتم ضبط 87 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط ما يقرب من 48 طنا. أما في مجال قضايا المخابز، تم ضبط 613 قضية، من بينها 165 قضية للخبز ناقص الوزن، و 151 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 139 طن أقماح محلية. سلمت مصر المساعدات المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى دولة غامبيا. وأكدت سفيرة مصر لدى غامبيا والمقيمة في السنغال نهى خضر دعم مصر لغامبيا في تنظيمها للقمة القادمة لمنظمة التعاون الإسلامية، وأشادت بمتانة العلاقات المصرية الغامبية. ومن جانبه وجه وزير الخارجية الغامبي الشكر لمصر على تقديم المساعدات، معربا عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع البلدين وعن تطلعه للتعاون مع مصر. كما أشار إلى رغبة بلاده الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تنظيم المؤتمرات وإعداد الكوادر في ظل الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال وما حققته من نجاحات فيه، مشددا على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين في مختلف مجالات التعاون المشترك. قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بزيارته الأولى لمدينة ميكيو لايف جنوب أوكرانيا. وتفقد زيلنسكي مبنى سكنيا تعرض لضرر شديد جراء العمليات العسكرية. ويعقد زيلنسكي اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكيو لايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي يتمركز بها روس. ولا تزال المدينة هدفا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوداسا أكبر ميناء في أوكرانيا. قال رئيس وزراء أوكرانيا إن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بلغت 104 مليارات دولار. وأضاف خلال مؤتمر قمة البنية التحتية البريطانية الأوكرانية أن الضربات الروسية دمرت أو ألحقت الأضرار بما لا يقل عن 45 مليون متر مربع من المساكن. وأشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده
تطور خطة إنعاش طموحة، وتعقد أن الشركات البريطانية ستلعب دورا رئيسيا في عملية إعادة الإعمار. ولفت إلى أن الخبراء الدوليين والمفاوضين الأوروبيون يقدرون الحجم الإجمالي لبرنامج إعادة الإعمار بحوالي 500 أو 600 مليار يورو، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر كبير حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب في مدينة لوغانو السويسرية يومي 4 و5 من يوليو لتقديم خطة لإعادة بناء البلاد. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا وصل رئيس روسيا فلاديمير بوتين التوغل في القارة الأوروبية. وأضاف بايدن أنه كان يجب أن يتم التصدي للهجوم الروسي رغم تداعيات ذلك على الولايات المتحدة والحلفاء. الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن دخول بوتين لأوكرانيا شجع الصين على المضي في مهاجمة تايوان، كما أصبحت كوريا الشمالية أكثر شراسة، وذلك على حد تعبيره. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المهم أن تواصل بريطانيا إظهار دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل. وحذر رئيس الوزراء البريطاني من خطر إرهاق أوكرانيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية. ومن المتوقع أن يمنح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع المرشح خلال قمة تعقد هذا الأسبوع، وذلك بعد توصية من رئيس المفوضية الأوروبية، مما يضع كييف على طريق تحقيق رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد، وإن كانت العضوية الفعلية قد تستغرق سنوات. The armed forces of the Russian Federation in a special military operation in Ukraine. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. بريطانيا تشهد احتجاجات بالآلاف في لندن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. تظاهر الآلاف من الأشخاص في لندن مطالبين حكومة بوريس جونسون ببذل المزيد من الجهد في مواجهة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوفير ظروف أفضل للعمل. وتأتي التظاهرات بعد أن قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له في 40 عاما منذ 9 أبريل الماضي. هذا ويتوقع صناع السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم 9% خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن يرتفع إلى ما يزيد قليلاً عن 11% في أكتوبر، بينما يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال النصف الأول من فترة التوقعات. اتهمت الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بتضليل المجتمع الدولي، وذلك بعدم ضلوعه في الصعوبات التي تواجه تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى الدول النامية. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن توصيات المفوضية الأوروبية إلى رابطة التعاون الأوروبي بفرض عقوبات ضد روسيا
تدل بشكل واضح على تحمل أوروبا مسؤولية عدم تصدير المواد الغذائية، مشيرة إلى أن تصريحات بروكسل بأن العقوبات المفروضة لا تؤثر رسميا على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، وبالتالي لا تهدد الأمن الغذائي العالمي عديمة القيمة على الإطلاق. اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اتهم روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا. وأكد بوريل استعداد الاتحاد العمل مع الأمم المتحدة لمنع أي تأثير للعقوبات الأوروبية على الأمن الغذائي العالمي، وأوضح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لا تمنع روسيا من تصدير المنتجات الزراعية والبذور ولا من شرائها، لافتا إلى ضرورة استئناف الصادرات الأوكرانية بحرا، معربا عن أمله في التوصل إلى حل لتلك الأزمة خلال الأيام المقبلة. قالت مصادر إعلامية إن روسيا تكثف من صادراتها النفطية من ميناء كوزمين الرئيسي بشرق البلاد، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد من المشتري الآسيوي وتعويض أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر أن صادرات النفط عبر الميناء من المقرر أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 880 ألف برميل يوميا في يوليو. وتأمل موسكو في إعادة توجيه صادرات الطاقة من الغرب إلى آسيا، لكن القيام بذلك عبر رحلات الناقلات الطويلة من الموانئ البحرية الأوروبية مكلف ومعقد بسبب العقوبات الغربية جراء الأزمة في أوكرانيا. علق بنك بيلاروسيا، أكبر بنك في بيلاروسيا، مؤقتا التحويلات بالدولار الأمريكي للأفراد. وأفاد البنك أنه علق مؤقتا التحويلات الدولية للأفراد بالدولار الأمريكي، ولا توجد معلومات عن موعد لاستئناف هذه التحويلات. هذا ويمثل بنك بيلاروسيا الذي يعمل منذ عام 1995 أكثر من 40% من أصول النظام المصرفي بأكمله في البلاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على بيلاروسيا تمنع الحكومة البيلاروسية والبنوك الحكومية من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية، ويدرج بنك بيلاروسيا على قائمة العقوبات. أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن مستوى التضخم السنوي قفز إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي، وذلك في أعلى ارتفاع يتم تسجيله للبلاد منذ نوفمبر من عام 1990. الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يحتل المرتبة 12 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم، يعاني من أزمات عدة في الآونة الأخيرة إثر تسجيل مستويات قياسية من التضخم. المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أعلن أن مستوى التضخم بالبلاد وصل إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى ارتفاع يتم تسجيله منذ نوفمبر عام 1990. المعهد أشار أيضا إلى أن هذا التضخم جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود ومواد الغذاء الرئيسية المتأثرة جراء الأزمة الأوكرانية. وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 8% بعد أن استقر عند مستوى 6% خلال أبريل الماضي. ورغم ذلك ظل التضخم تحت مستوى 6.9%، وهو الرقم الذي توقعه معهد الإحصاء خلال التقديرات الأولية. وترى وسائل إعلام إيطالية أنه بعد تفشي وباء كورونا والأزمة الأوكرانية ستكون حالة الطوارئ الكبرى التالية هي أزمة الغذاء، حيث تواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة. هذا وبدأت الحكومة الإيطالية في تقنين بيع بعض السلع وخاصة المكرونة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار. وتجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير المواد الخام، وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر. أعلن بنك اليابان المركزي الالتزام بسياسته النقدية التي تحافظ على أسعار الفائدة المنخفضة، وأكد البنك أنه سيواصل الحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 1%، وأسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر عن طريق شراء السندات الحكومية طويلة الأجل. يأتي ذلك وسط ضغوطات يواجهها الاقتصاد الياباني بضغط من ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، بالإضافة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يعتزم أيضا التحدث مع نظيره الصيني تشي جين بينغ قريبا. أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا هبوط طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 في مطار سكوبي بمقدونيا الشمالية لإجراء مناورات مشتركة. وقال الكولونيل جون ماكري في قوات الحرس الوطني الأمريكي إن وصول الطائرات يهدف لتعزيز تعاون ما يقرب من 3 عقود بين الحرس الوطني الأمريكي ومقدونيا الشمالية. قامت اليابان بنشر اسطول بحري تابع لقوات الدفاع بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة النفوذ الصيني. وأكدت وزارة الدفاع اليابانية أنه خلال الانتشار السنوي الذي بدأ يوم الاثنين الماضي وسيستمر حتى 28 أكتوبر المقبل، سيجري اسطول قوات الدفاع الذاتي البحرية زيارات للموانئ في دول جزر الباسيفيك، وهي جزر سليمان وتونغا وفيجي للمرة الأولى. أضافت الوزارة أن الأسطول سيشارك أيضا في أكبر تدريبات بحرية متعددة الجنسيات في العالم تضم أستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. بدأ الناخبون الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار وفي الخارج الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدد نتائجها الهامش الذي سيحصل عليه الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيق سياساته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبعد شهرين على إعادة انتخابه ضد مرشحه اليمني مارين لوبن، يأمل ماكرون في الحصول على أغلبية مطلقة جديدة في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدة. وفي خضم موجة الحر التي يشهدها أوروبا، قد يكون الامتناع عن التصويت كبيرا، وذلك بعد أن امتنع نحو نصف الفرنسيين في الجولة الأولى عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 538,477,345 إصابة. وأوضحت جونز هوبكنز أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6,317,530 وفاة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة، حيث تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على لقاحين مضادين لكورونا للأطفال تحت سن 5. وتمهد تلك الخطوة طريقا أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا. ما زال فيروس كورونا نشطا رغم توفر اللقاحات وتراجع حدة الجائحة عالميا. وفي أحدث إحصائية لجامعة جونز هوبكنز المعنية برصد أعداد الإصابة والوفيات، تبين أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6,317,530 حالة، وتربعت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما حلت البرازيل المرتبة الثانية وبعدها الهند، وهو الترتيب الذي احتفظت به تلك الدول منذ أسابيع. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإعطاء لقاح كورونا للرضع والأطفال دون سن 5. وفي الشرق الأقصى تراجعت حدة الوباء في كوريا الشمالية، الدولة التي أعلنت مرارا خلوها من الفيروس، إلا أن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قال إن أكثر من 20,360 شخصا ظهر
ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال 24 ساعة الماضية. أما في الشرق الأوسط فحذرت الحكومة العراقية من عودة نشاط فيروس كورونا مجددا بسبب استمرار تدني معدلات التلقيح وتزايد معدلات الاختلاط وشدة الزحام مع ضعف الإجراءات الوقائية، فيما حثت المواطنين على أخذ جرعة تعزيزية ثالثة منشطة لتعزيز مناعتهم. ويتوقع خبراء أنه برغم توفر اللقاحات والجرعات المعززة قد تعود بعض الدول في الخريف المقبل إلى إعادة الإجراءات الاحترازية، وهو الوقت الذي ينشط فيه الفيروس العنيد والذي قد لا يغادر عالمنا كما توقع بعض الخبراء في وقت قريب. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة كثير من قضايا المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أشار العسومي إلى أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية والقضية اليمنية. بدوره أكد باتشيكو أن الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي شركاء في القيم نفسها مثل السلام وضرورة الحوار في كل القضايا. عقدنا لقاء مهم تبحثنا على كثير من الأمور، سواء على الأمور اللي تخص الساحة الدولية خاصة ما يتعلق في الدبلوماسية البرلمانية. ناقشنا كثير من الأمور على رأسها موضوع القضية الفلسطينية وأهمية التعامل معها بشكل حيادي دون أن يكون في هناك ظلم على الشعب الفلسطيني. كذلك في موضوع اليمن طرحنا كثير من الأمور خاصة استراتيجية التعاون المشترك بيننا وبين الاتحاد في كثير من الفعاليات ستنظم معهم بشكل مشترك. فعاليات يسعى البرلمان العربي أن تكون القضايا العربية مطروحة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. نفى التيار الوطني الحر في لبنان وجود مطالب وشروط له في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وقال التيار إنه يريد أن تتألف الحكومة سريعا وأن تكون على مستوى المرحلة. وقد كان رئيس الحكومة لتصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد ناشد الجميع بالإسراع في اختيار رئيس الحكومة في استشارات نيابية مقررة لها الخميس المقبل وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن طرف الوقت لم يعد متاحا للبنان. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت. وقال الكاظمي خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق إن هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع وتطوير الأجيال نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل، منوها إلى أن المشروع سينجز ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. يجب أن نحسم خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل. البناء يحتاج صبر ويحتاج وقت، والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال فترة قصيرة، لكن البناء يحتاج صبر ويحتاج وقت طويل. وكما ذكرت يجب أن نحسم خياراتنا بين البناء الوطن أو تهديم ما تبقى. وعلى بركة الله اليوم أعلن انطلاق هذا المشروع ونضع حجر الأساس من أجل العراق ومن أجل العراقيين. عاشر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات، وقد تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية التي نفت بدورها الخبر. وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، مشددة على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو
أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلاً عن توفر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات وضخ أي كميات إضافية منها في حال الاحتياج. أعلنت وزارة الصحة استعدادات وتجهيزات الوزارة لموسم حج 1443 هجريا، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 12 عيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج، منها 9 عيادات بفنادق تسكين الحجاج المصريين بمكة المكرمة، و3 عيادات في المدينة المنورة. تواصل وزارة الموارد المائية والري التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية، وأكد وزير الموارد المائية والري أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري، موضحا أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين. افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان عددا من المشروعات الخدمية بقطاع الشباب والرياضة بمدن بنها وقها وقليوب وشبين القناطر في محافظة القليوبية. كما أجرى وزير العدل برفقة محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان جولة لتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة شبين، كما تفقد مركز تدريب الأيتام ومعرض المنتجات الحرفية والمصنوعات الجلدية والمركز الرياضي للتوحد، حيث قدم أعضاء المركز عروضا في الكاراتيه وعرضا آخر بمشاركة قادرون باختلاف. افتتاح الإنجازات التي تمت في مركز شباب شبين القناطر، بقى مركز شباب متطور زي ما حضراتكم شايفين، الناس كلها فرحانة بهذا الإنجاز، ومش فقط في كرة القدم، لا ده في أنشطة مختلفة رياضية وأيضا فنية، وشفنا ذوي الإعاقة إزاي الاهتمام بيهم وإزاي بيقدموا لنا فقرات فنية، حاجة مشرفة جدا. احنا بدأنا باللقاء الحوار قد إيه كان مفيد مع الشباب، قد إيه سمعنا منهم، قد ايه ترد على اسئلتهم، قد ايه احنا فهمنا برضه هم عاوزين ايه، واذا كان في اي مشاكل تم حلها، فعلا في كثير من المشاكل تم حلها واحنا قاعدين النهارده. في نفس الوقت احنا برضه سمعوا مننا وسمعوا من معالي الوزير الكثير من الموضوعات المهمه جدا اللي هم كانوا عاوزين يعرفوها. يمكن احنا هنخلص اللقاء الحواري النهارده ونزور كثير من المنشآت الرياضية اللي تم تنفيذها في مراكز الشباب في شبين القناطر. في أسوان قامت مؤسسة حياة كريمة بزيارة قرية الجنينة والشباك بأسوان، وجاءت الزيارة تحديدا في المكان الذي اندلعت فيه الحريق بمنزلين، لكن تلك الزيارة كانت لتسليم المنازل الجديدة لأصحابها بعد إعادة بنائها وتأهيلها كليا للأسر المتضررة. تضمنت مديرية الصحة بالجيزة قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وشارك القائمون على القافلة بمركز العياط في استقبال وتنظيم المواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية، وشملت القافلة تخصصات عديدة إلى جانب تقديم خدمات تثقيفية لأكثر من 700 مواطن. والمشاهدين مع أهم أنباء المال والأعمال. إليك رغدة أبو ليلى. شكرا لكم أميرة العقدة وإيمان منصور. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم.
أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة جهود توريد القمح من المزارعين تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي معوقات في هذا الشأن. شددت الوزارة على أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين وصرف المستحقات أولاً بأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عمليات التوريد، بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد. وجهت وزارة الزراعة مدير مديريات الزراعة في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك التشديد على تحرير محاضر تبوير الأراضي. ذكرت الوزارة أن تبوير الأراضي الزراعية هو أحد أشكال التعدي عليها، حيث يجعلها غير منتجة وتفقد وظيفتها الاقتصادية. يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار متابعة توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين حول التعديات على الأراضي الزراعية والتغييرات المكانية. وفي أسواق المعادن النفيسة انخفض سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس الذي سجل 1846 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار 18,862 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 1005 جنيهات، عيار 24 وصل إلى 1148 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8040 جنيها. أما في أسواق البترول العالمية فقد هبطت أسعار النفط بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.7% إلى 111.80 دولارا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.8% إلى 148 دولار. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.56% لتصل إلى 4.26 دولارا للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.97% لتسجل 6.94 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن الهدف المشترك بين أوبك وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها. وأضاف باركيندو أن إعادة الإنتاج لنحو 9.7 مليون برميل يوميا إلى سوق النفط وفقا لقرار أوبك بلس الأخير ستساعد في خفض أسعار. كان تحالف أوبك بلس قد أقر في اجتماعه الأخير زيادة الإنتاج بنحو 648 ألف برميل في يوليو ومثلها بأغسطس المقبل. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى أميرة وإيمان، إليكم. شكرا جزيلا لك رغدة. حذرت السلطات في التشيك المواطنين من موجة حارة تضرب البلاد وتستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، ووضعت خدمة الإسعاف والإطفاء في حالة التأهب. وحذر خبراء من احتمال تعرقل حركة السفر بالقطارات نتيجة للأعطال الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، فيما من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة بحلول يوم الاثنين المقبل. وقد حذر الأطباء المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من التعرض للشمس. يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات محتدمة في عدة مناطق من إسبانيا وسط جفاف ورياح، في الوقت الذي أدت فيه موجة حارة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من مستويات قياسية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد تتجه نحو تسجيل أعلى درجات حرارة تشهدها في أوائل الصيف منذ عشرات السنين، مع توقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و 42 درجة مئوية في مناطق بشمال البلاد. مخاطر
والآن الوقفة الرياضية من نشرة التاسعة. أخبار الرياضة لدى رغدة أبو ليلى، تفضلي رغدة. شكرا لكم. والآن مع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. اختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الكرة المصرية المقرر لها 8 مساء غد، حيث عقد المدرب العام سامي قمصان والقائم بأعمال المدير الفني للأهلي عدة جلسات مع لاعبي الفريق على مدار اليومين الماضيين بهدف وضع خطة اللعب في مباراة القمة. هذا ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة. على جانب آخر، اختتم نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفادو فيريرا استعداداته للمباراة، حيث يبحث نادي الزمالك عن تحقيق فوز غائب عن الأهلي منذ 22 من أغسطس 2020 حينما حسم الزمالك اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف. يدخل فريق الزمالك مواجهة الأهلي محتلا المركز الأول برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة. تقام مباراة قمة الدوري الممتاز رقم 124 بين الأهلي والزمالك في 8 مساء غدا الأحد باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة. غادرت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات القاهرة متجهة إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب بالفترة من 19 حتى 29 من يونيو الجاري. يفتتح منتخب مصر لكرة الصالات مشواره في كأس العرب بمواجهة العراق في 20 من يونيو الجاري، ثم يلتقي الجزائر يوم 22 من نفس الشهر. أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المهاجم الشاب إيدين كيتيا سيرتدي القميص الأيقوني رقم 14 في الموسم المقبل عقب تمديد عقده لفترة طويلة. يعد العقد الجديد مكافأة للاعب الشاب على تألقه، كما سيمتلك القميص 14 الذي ارتداه من قبل أسطورة النادي تيري أونري ما يؤكد ثقة المدرب ميكيل أرتيتا بالمهاجم. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى أميرة العقدة وإيمان منصور. شكرا لك رغدة. أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد للإعلان عن الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام. وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها كثفت من عمليات التعقيم لسلامة قاصد البيت الحرام، مشيرة إلى أنه تم تجهيز فرق تعمل على مدار الساعة، وذلك لتعقيم جميع جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتها الخارجية، هذا إضافة إلى تكثيف جولات روبوتات الذكية. والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. عودة مرة أخيرة إليك رغدة. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطاقة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 34-23 الطقس حار، الإسكندرية 29-22 مائل للحرارة. أما مطروح ف 28-21، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 35-23. ننتقل إلى السويس 34-23، العريش 29-22، طابة 34-25، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-27. بالنسبة للأقصر 42-27 شديد الحرارة، أسوان أيضا شديد الحرارة 42-27، الوادي الجديد 39-26، شلاتين 38-25، أخيرا حلايب 34-27. والآن مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. أما الآن فمع لقطة اليوم. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي وملك البحرين يرحبان بالقمة المرتقبة التي تستضيفها السعودية بين قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة. رئيس مجلس الوزراء يتفقد الأعمال الجارية بالمدينة التراثية والمسرح الروماني بالعالمين الجديدة. الرئيس الأوكراني يقوم بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور يا أميرة. ازيك يا إيمان، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ عوض لسه مصر يقول المصطلحات اللي ما بفهمهاش. اتفقنا بقى مصطلحات النشرة كده، يعني مش عارف عاوز يعقدني ولا إيه. حلقة سعيدة عليك إن شاء الله. ربنا يخليكم، ألف شكر ليكم، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.